السحر، مدينة الجمال، مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. يمكن احنا على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا كنا معاكم هنا من محافظة جنوب سيناء، أول يوم كنا معاكم من مدينة الطور، ونقلنا لحضراتكم التطورات الأخيرة والنقلة الحضرية المعمارية اللي حصلت في العاصمة، وامبارح كنا معاكم من مدينة شرم الشيخ، والنهاردة هننقل لحضراتكم حدث مهم جدا بالنسبة للمدينة، مدينة السلام، وبالنسبة لمصر والمصريين. النهاردة هيتم إطلاق الحملة الأولى للترويج طبعاً للسياحة البيئية، المحميات الطبيعية الموجودة هنا عندنا في مصر، وإحنا ما شاء الله يعني عندنا محميات طبيعية متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية. هذه الحملة تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات، بنتكلم عن 30 من السفراء مختلف الدول، مختلف دول العالم، والقنصليات موجودة هنا في بلدك علشان تشهد هذا الحدث المهم. محمية راس محمد هي مسجلة في المجتمع الدولي، ونادرا ما بنلاقي محميات طبيعية مسجلة في المجتمع الدولي. هدفها وضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، ويمكن من خلال هذه الحملة الترويجية الأولى اللي هتعقد هنا في مدينة شرم الشيخ إن شاء الله هيتضاعف عدد السياح بالمحميات 4 مرات. وعندنا بقى وفود مشاركة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم، سفراء من مختلف الدول بتتابع هذه الحملة، مع كمان متابعة طبعا الضوابط الصحية والوقائية اللي اتخذتها مصر بالمنشآت السياحية المختلفة. يمكن ده هيكون يعني عنوان حلقتنا النهاردة، ولكن في البداية خليني أقول لحضراتكم، رغم أن احنا الحمد لله مصر خطت شوط كبير جدا، حققنا إنجازات وتطورات في مختلف القطاعات، ولكن للأسف هناك الفئة الجماعة الإرهابية اللي احنا كلنا عارفين مين بيمولها ومين بيدعمها، دعوات صريحة للخراب والدمار من قبل هذه الجماعة ومن يمول ومن يدعم، لأنه هذه الجماعة منهجها العنف. وأنا كلامي النهاردة يعني موجه للشعب المصري مش لأي حد تاني. الجماعة الإرهابية والإخوان هم يعني شايفين البلد ما عندهمش انتماء لبلد، هم بيعتبروا أن البلد أو الوطن حفنة من التراب العفن، هم بيقولوا كده. لكن احنا المصريين والشعب المصري بالنسبة لنا البلد هو كل حاجة، هو وطننا، أمنا، كل حاجة، وبالتالي لازم نحافظ على المكتسبات، ولازم نحافظ على إنجازاتنا، ولازم نحافظ على اللي احنا عملناه، ده صبرنا ومجهودنا، وده اللي احنا يعني اشتغلنا عليه طول السنين اللي فاتوا. طول السنين اللي فاتت بتتعمد جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها تشويه إنجازات الدولة، والتشكيك مستمر على طول، الكذب والخداع والتخريب هو منهج هذه الجماعة، منهج حياتهم، وإحنا أعتقد بأننا مدركين باللي هم بيعملوه، ولكن الحمد لله النتيجة دايماً بتكون بالفشل. ليه بقى؟ لأنه ده بفضل وعي الشعب المصري، وده على طول بيتضح، ويمكن اتضح كمان أكتر من خلال فيديو جديد وتسريب جديد هنعرضه لحضراتكم، أنا مش عارفة بقى أسميه إيه، هل أسميه الهارب ولا أسميه الخائن أو المتآمر ضد الدولة، ولا اللي بياخد ملايين علشان يشتم في بلدنا ويبوظ في بلدنا من قبل طبعا دول بتعادي مصر. الإخواني أيمن نور اللي اتكلم عن فشل الجماعة في الحشد للمظاهرات ضد الدولة، هنتابع مع حضراتكم هذا التسريب ونرجع مرة تانية. يعني عايز أقولك في لبنان الحالة عظيمة جدا، لكن الحقيقة هي نكسة يعني، أو هي هزيمة. احنا للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، يعني بس يعني احنا كنا بقى فترة بنحاول وبنجهز وبنعد، والدعم موصول، وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا، ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر عشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس، بس للأسف مش عارف اللي حصل. للأسف لأول مرة أشعر أن أنا في حالة حزن، خيبة أمل وصدمة. كنت بقولك يعني الشارع أو نعمل مظاهرة أو نعمل فعالية، ولكن اكتشف حجم الكارثة. يا دكتور والله حضرتك انت ما يعني حضرتك ما قصرتش، يعني انت ربنا يعلم الفترة اللي فاتت تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا قادرين نكمل لحد دلوقتي، بس
انا مش عارف بعد اللي محمد علي عمله النهارده ان هو يطلع يقول ان انا بنسحب وهقفل صفحتي. انا خايف بكره الصبح نلاقي بقيه الناس اللي احنا بندعمهم على الارض وعمالين نوفر لهم كل الدعم نتفاجئ بيهم بكره برضو كل واحد عمال يقفل صفحته او يعلن انسحابه من الحراك. يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركه دي. عايز اقول لك فشلت وهزمت في المعركه الاولى فلا معركه اخرى لها قيمه. النهارده زي ما قلت لحضراتكم في دعوه صريحه للخراب والتدمير من قبل هذه الجماعه الارهابيه اللي منهجها هو العنف والدم. المخطط بقى هو كالعاده انهاك الشرطه المصريه، وده اللي احنا هنشوفه وهنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. تسريب جديد للارهابي محمد سودان والدكتور احمد. هذا التسريب بيفضح، هو طبعا تسريب من موقع العربي الحديث. هذا التسريب يمكن بيفضح خطة الإخوان للاشتباك مع الشرطة، للاشتباك مع الشرطة وتشتيت الانتباه في التعامل معاهم. وتسريب بيقول إنه لازم يكون في مظاهرات، لازم يكون في مظاهرات عشان يكون في شلل للبلد وانهاك للاقتصاد. تخيلوا شلل للبلد وانهاك للاقتصاد، وإن احنا نمنع الموظفين ان هم يمارسوا اعمالهم. هو ده هدفهم وهو ده مخططهم وهو ده اللي عايزين يعملوه. احنا بنبني في بلدنا طول السنين اللي فاتت، وهم عايزين هدفهم شل البلد، اضعاف الاقتصاد، منع الموظفين ان هم يروحوا شغلهم، وفي نفس الوقت ينهكوا الشرطه، انهاك الشرطه المصريه. هنتابع مع حضراتكم. قدر الله ما شاء فعل. المهم في اللي جاي، يعني مش اللي راح خلاص يعني. ربنا المستعان. طب اللي جاي هنعمل ايه؟ يعني هل الامور مستمره على نفس الطريقه يا دكتور؟ احنا مستمرين في نفس الطريق. ما هو الطريق ده انا شايفه، يعني اسمح لي انا، يعني حكايه واقف في الشارع 10 او 20 او 30 دي غير مجديه. انا شايف ان احنا لما بنعمل قانون بنتكلم عن مصر، وده اساس مع مصر ده. انا شايف مع الوقت طبعا هو لما هيفرض قبضته، ويعني انا اعتقد ان هو حتى اللي بيسمح بيه هو اللي سامح بيه، لان هو يا دكتور احمد، يا دكتور احمد انا كنت ضابط الجيش وعارف يعني ايه تقعد تلبس البدله وتقعد في الشارع 7 شهور. يعني دي معناها ايه؟ كنا نقعد ساعات 7 شهور. دي عمليه قاسيه جدا 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 على الضابط وعلى العسكريين وعلى الصفوف اللي تحت دي. لن يستمر، ولن يستمر. ما بيقدروش. حضرتك متخيل المؤاخذه بس الواحد بيكون مزيل وعايز يخش الحمام؟ يعني زي حاجات دي قد ايش انت بتبقى تروح الحمام يعني؟ يعني اه عربيته الغضبان ولا ايه؟ ما يقدرش. ايش سلاحه؟ روح فين يعني؟ لا انا بقول حاجه بسيطه يعني. ايوه فين؟ و24 ساعه في الشارع وزبال ومرات وسالته وعمته وبعد كده بيبدا هو نفسه بنفسي. الدولة المصرية بتسعى لتغيير استراتيجيتها بشأن الترويج للسياحة وبالأخص الفترة الأخيرة. أطلقت وزارة البيئة حملة مهمة جدا، الحملة الترويجية الأولى للحفاظ على إيه بقى؟ للحفاظ على المحميات الطبيعية وتشجيع المواطنين إن هم ييجوا ويزوروا المحميات الطبيعية المليئة طبعا بالمناظر الخلابة، مراقبة الطيور، الحيوانات، النباتات الفريدة من نوعها، التعرف كمان على الثقافات المختلفة. خليني أقول لحضراتكم أنه الحملة الترويجية اللي أطلقتها وزارة البيئة النهاردة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر إيكو إيجيبت. النهاردة في مصر عندنا يعني 30 سفير من مختلف الجنسيات، مختلف الدول، عشان يحضروا الحملة والحدث الهام. احنا معانا دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هتكلمنا أكتر عن هذه الحملة الترويجية الأولى وطبعا أهميتها. صباح الخير، صباح الخير من مدينة السحر والجمال شرم الشيخ. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينا. الحملة الترويجية الأولى للحفاظ على المحميات الطبيعية، وإحنا يمكن قبل ما يعني قبل الهوا كنا بنقول إن إحنا عندنا هنا في مصر محميات طبيعية برية بيئية، يعني عندنا تنوع حتى في المحميات الطبيعية. عايزين نتكلم عن يعني أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية وعن الحدث ده.
بصي طبعا خليني اقولك الموضوع من الاول، هو جه ازاي وايه، وده يعني حمله اكو ايجيبت دي بتقع فين من ملفات وزاره البيئه. الحقيقه كان طول الوقت مفهوم البيئه مرتبط بالتلوث، مرتبط ان كلمه البيئه دي بتلوث المياه، تلوث الهواء، المخلفات وما الى اخره. العالم كله اتغير دلوقتي وبقينا بنبص اكتر على البيئه. الدول اللي تقدمت واحدثت تغيير فعلا في هذا الملف عدت مرحله هذا التلوث وابتدت تحافظ على مواردها الطبيعيه. ففي عرضنا لاستراتيجيه قطاع البيئه، وانا هنا ما بتكلمش على وزاره البيئه، بتكلم على القطاع ككل، على القياده السياسيه، كان مهم جدا ان احنا نمشي في مسارين. مسار الحد من التلوث اللي هو المشاكل اللي موجوده من قبل كده وهنبتدي ان احنا نشتغل على حلها، لان احنا لازم تتحل، ولكن على التوازي وليس على التوالي. هنشتغل على حفاظنا على الموارد الطبيعيه، ومن هنا جت فكره الاهتمام بملف المحميات الطبيعيه. عندنا 30 محميه طبيعيه في مصر، زي ما انت ما قلتي بتتنوع ما بين محميات فيها بيئه بحريه زي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، محميات فيها أنواع مختلفة من الحفريات عمرها أكتر من 3000 سنة زي وادي الحيتان في الفيوم، محميات أخرى بتتمتع بأنواع مختلفة من النباتات اللي مش موجودة في حتة في العالم زي محمية سانت كاترين في جنوب سيناء. فعندنا الحقيقة تنوع بيولوجي وتنوع بيئي فريد من محمياتنا الطبيعية، ما بين محميات بحرية، محميات فيها حفريات، فيها نباتات، ومحميات فيها أنواع مختلفة من الكائنات البرية. ففكرة الأكو إيجيبت جت من 4 محاور لتطوير ملف المحميات الطبيعية في مصر. المحور الأول لتطوير هذا الملف البنية التحتية. لازم يكون لما أنت تخشي المحمية تلاقي مركز زوار يديك المعلومة، طب ايه المحمية دي بتتكلم على ايه، فيها ايه، اقدر ان انا اعمل ايه فيها، اللي هو وجود بنية تحتية. نمرة 2، وجود خدمات للزوار. ايه الانشطة اللي الزوار ممكن ان هو يعملوها؟ احنا بنبغى في مصر زي ما بيحصل في الدول الاخرى وفي جنوب افريقيا بالذات، ان هم بيعتمدوا على ملف السياحة البيئية في الاقتصاد القومي، فبيتركوا المحميات ليتم ادارتها بالتشارك مع الحكومة. فإحنا النهاردة وضبنا بنية تحتية هنطرحها من خلال أكو إيجيبت للقطاع الخاص للاستثمار في المحميات، يبقى لديهم حق ممارسة نشاط، وهذا قانوني والقانون بيمكننا من هذا، إن هم يديروا مركز زوار، يعملوا أنشطة وما إلى آخره. يعني ده بيفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال، في المجال بتاع السياحة البيئية يعني والمحميات، السياحة البيئية بالمحميات تحديدا. بالظبط بالظبط. فبتديله زي مركز زوار راس محمد مثلا اللي احنا هنشوفه النهاردة وقت الحملة نفسها، ده تم تجديده تماما. بالداخل المركز الزوار بيحكي تاريخ المحميات الطبيعية كلها على الجدران، وازاي المحميات دي في ارتباط وثيق بين الموارد الطبيعيه والسكان المحليين. في زي بتاع خريطه تفاعليه للولاد الصغيرين، لما ييجوا يخشوا مركز الزوار هيدوسوا على حته معينه هتطلع لهم فكره المحميه دي فيها ايه. ده ملف اوكي بتاع طرح للقطاع الخاص. والملف الثالث واللي هو اهم الحقيقه، هو دمج المجتمع المحلي داخل المحميه. بالظبط، ودي كانت نقطه مهمه جدا، لانه حتى معدل دخل سكان المحميات الفترة الأخيرة، يمكن حضرتك قلتي قبل كده، زاد بنسبة كبيرة جدا. صح، زاد تقريبا يعني على ما أتذكر من 126% ل 460% في سنة واحدة. بالظبط. الفكرة بتاعت إن إحنا كان عندنا الحقيقة فكرة قديم قوي بيقولك إيه، محمية ما تقربيش منها. ايوه، دي محميه، دي محميه اوعى تقرب منها. مع ان المحميه احنا ممكن نروح يعني في مراقبه الطيور، في انشطه كتيره جدا ممكن نعملها. انا هقول لك مثل بسيط جدا على حته المحميه ما تقربش منها. لو انت عندك بيتك وبيت ده جميل ووضبتيه وعملتيه، او في حاجات ثمينه جدا، لو انت قفلتي البيت بالمفتاح وسبتيه ومشيتي وما جيتيش خالص، ولا قربتي منه ولا شغلتيه ولا دورتي الميه ولا الكهرباء ولا استعملتيه حتى استعمال بسيط، هيحصل ايه بعد سنتين ثلاثه؟ هتلاقي البيبان ابتدت الخشب، فاهم قصدي ايه، مهدد ومش عارفه، فقدت قيمتها. بالظبط، هي دي الفكره، والله العظيم هي دي الفكره. فكره الفكر القديم بتاع
ان المحميه هي محميه ما حدش يقرب منها، ده فكر عتيق وقديم ومبقاش موجود. سيادة الوزيره، في دول بنت اقتصادها على المحميات الطبيعيه زي جنوب افريقيا. ايوه، فانا بقول لك ايه، فاحنا غيرنا الفكر ده الحقيقه، وغيرنا احنا، انا بتكلم على احنا يعني، انا كمسؤوله كوزيره مسؤوله عن هذا الملف وزملائي في وزاره البيئه والمسؤولين عن قطاع حمايه الطبيعه. فالفكره بتاعت ان احنا نفتح المحميات ووجود السكان المحليين فيها ده حته مهمه جدا. ليه؟ السكان المحليين هم اتولدوا وعاشوا وتربوا في المكان ده، فهم ادرى الناس بهذا المكان. نمره 2، وده اللي اهم، وجودهم في المكان بيساعدنا على ان احنا نحافظ على المكان اكتر ما احنا نبقى نفسنا موجودين فيه. 3، اللي احنا عملناه ايه؟ عملنا مجموعه من الاعمال والمشغولات اليدويه للسيدات في سانت كاترين في وادي الجمال في الفيوم، اخذنا يعني نماذج تجريبيه وابتدينا نشتغل عليها انهم ازاي يستخدموا المواد الموجوده داخل المحميه يطلعوا لنفسهم دخل وفي نفس الوقت يفيدوا سون هذه المحميه، فعشان كده الدخل بتاعهم ارتفع. والنهارده واحنا في الحدث بتاع اطلاق حمله اكو ايجيبت، السكان المحليين من مختلف بقاع الجمهوريه موجودين، والحته دي مهمه جدا، عشان يوروا ثقافتهم واغانيهم واكلهم وشغلهم، ونثبت ان اختلافنا هو سبب وحدتنا. اللي بالمناسبه عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم هي محل اهتمام المجتمع الدولي، صح، محل اهتمام الناس كلها. وفكره كمان ان احنا دمج المجتمع المحلي بالمحميات في الأنشطة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وفي نفس الوقت توفير فرص مستدامة، دي نقطة مهمة جدا. بالضبط. فأنا هقول لك على حاجة في الحتة دي، وجودهم نفسه لما بنلاقي إن هم مختلفين بنبتدي نحافظ على التراث الثقافي. محمية الحملة بتاعت أكو إيجيبت فيها 4 حاجات مهمة جدا الناس هتبتدي تشوفها، لأن هي مش حملة بنروج للمحميات فقط، هي فيها هتشوف هتقابل هتعمل وهتقيم، سي ميت دو اند ستاي، هتشوف مناظر طبيعيه مختلفه والاماكن اللي فيها فونا وفلورا وكائنات بحريه، هتعمل ايه الانشطه اللي مسموح بيها في المحميه دي لان مش كل حاجه زي بعضها، هتقعد فين يعني اقرب مكان لهذه المحميه، اقرب فندق، اقرب ايكولوج تقدر ان انت تقعد فيه، وهتقابل السكان المحليين بتوع هذه المحميه. ففي 4 عناصر لحملة أكو إيجيبت عشان تعرف سواء بقى السائح أو المواطن أو الشباب بتوع الجامعة، اللي مهم جدا إن هم يعرفوا ثروات مصر الطبيعية. ما ينفعش نبقى إحنا بنستثمر عشان نحافظ على مواردنا الطبيعية وهم اللي هيستلموا هذه الموارد ما يبقوش عندهم دراية وعلم ومشاركة فعلية بالاستمتاع بهذه الموارد. إحنا عندنا في مصر كل المقومات السياحية، مختلف الأنشطة السياحية في الحقيقة، عندنا كل أنواع السياحة، سواء كنت بتكلم عن السياحة البيئية، التراثية، التاريخية، العلاجية، الدينية، في كمان سياحة للمحميات الطبيعية. نوع السائح هنا يعني يا سيادة الوزيرة مع الدراسة طبعا والاطلاع، هل هناك عدد كبير من الناس اللي مهتمة بسياحة المحميات الطبيعية؟ لأن احنا كمان عندنا يمكن وزارة البيئة هي اللي بتطلق هذه الحملة بالتعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة السياحة والآثار. طبعا بصي، هو كلمة السياحة المستدامة أو السياحة البيئية بيتم يعني تحتها أكتر من مصطلح. الترويج للمحميات أو زيارة المحميات هي جزء من السياحة البيئية. طب خارج المحميات، بحر زي ده، إحنا هنا مش في المحمية، تمام؟ في ممارسات جيدة لازم إن إحنا نعملها، وده اللي إحنا اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت مع غرف تنشيط السياحة وغرف الغوص، لما خدت العلامة الخضراء، في إن إيه الممارسات الجيدة اللي تتعمل على المركب، ما ترميش بلاستيك في المية، لازم إن أنت تتعاملي مع الشعب بطريقة معينة. دي نقطة مهمة جدا، الحفاظ على كمان الحفاظ على الكائنات الحية من أخطار كتيرة زي أخطار التلوث بالأخص في البحر الأحمر، دي مشكلة كبيرة قوي يا سيادة الوزير. صح. فأنا استكمالا، هل في سياحة محميات؟ هي مش سياحة محميات، هي السياحة البيئية بتتم داخل المحميات الطبيعية وخارج المحميات الطبيعية، لكن داخل المحميات الطبيعية لها اللي طالبها، يعني لها الزائر
اللي مهتم بده واللي لازم ان احنا نوفر له هذه الخدمة. وهو هذا الزائر على فكرة هو مش عايز الفندق خمس نجوم، انت فاهمة انا قصدي ايه؟ لان هو لو عايز فندق خمس نجوم هيخرج بره المحميات الطبيعية، هو عايز يشوف الطبيعة كما هي. ايوه طبعا ده يعني وده مهم جدا، رسالة هامة جدا. فكرة المحميات الطبيعية مش ان احنا نعملها بطريقة متبهرجة وبطريقة زيادة، فكرة هو الرجوع الى الطبيعة. العالم كله دلوقتي في ظل جائحة كورونا قال لك ايه؟ قال لك التعافي الاخضر. يعني ايه التعافي الاخضر؟ يعني احنا اكتشفنا وقت جائحة كورونا لما كان في الحظر احنا ودول كتيرة ان احنا اتحبسنا وان الطبيعه رجعت لمجراها، صح ولا لا؟ اجد الشمس بتطلع كل صح. يوم والمحيطات شغاله والبحر شغال والاسماك رجعت، يعني الطبيعه كانت يعني هي محظوظه. ايوه محظوظه وبتتنفس ورجعت يعني. حاجات ففك ده معناها ان الطبيعه مش محتاجه لنا، احنا اللي محتاجين نرجع نتصالح مع الطبيعه. ففكره محتاجين نحافظ عليها، نحافظ عليها ونتصالح ونتناغم معاها. ففكره اكو ايجيبت هي بتدي لده، انا هحافظ على محمياتي، هحافظ على مواردي الطبيعية، هستمتع بيها، هدي دخل يسمع في الاقتصاد القومي، هعمل تنمية اجتماعية للسكان المحليين، وبالتالي بقى ده نموذج حقيقي للمفهوم اللي احنا بنتكلم عليه بتاع التنمية المستدامة. طيب يمكن احنا كنا بنقول ان في دول بنت اقتصادها على المحميات الطبيعيه زي كده جنوب افريقيا، واحنا هنا عندنا في مصر 30 محميه طبيعيه، منها محميه المحميه اللي في الفيوم، وعندنا كمان محميه راس محمد اللي موجوده اللي هيعقد فيها هذا الحدث، عندنا محميات تتنوع ما بين بريه بحريه بيئيه مختلف انواع التنوع في المحميات الطبيعيه. امتى ممكن نقول انه هي هتشكل او ايه اللي محتاجه هذه المحميات من تطوير علشان تفرق في الدخل القومي للبلد؟ بصي هقول لك على حاجه، احنا الموضوع الملف ده احنا ابتدينا فيه لما من سنتين بدانا البنيه التحتيه في 13 محميه، احنا خدنا 13 محميه وابتدينا نعمل البنيه التحتيه الاساسيه، مركز الزوار، الحمامات، المظلات، الحته اللي ممكن الناس تقعد فيها، حاجات شويه حاجات بسيطه اساسيه عشان نقدر ان احنا نطرحها للقطاع الخاص. محتاجين ثلاث حاجات، محتاجين اول حاجه يبقى لدينا اجراءات بنموذج تجريبي نعمله، وده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي على وادي دجله او الغابه المتحجره او راس محمد. نموذج تجريبي يعني ايه؟ يعني تبتدي تجربي فكره الاستثمار في المحميات، لان ده برضو له يعني الاشتراطات الخاصه اللي مش هينفع اتعامل معاه كاني باجر ريستورا او كافيتيريا. أيوة. صح ولا لا؟ فلازم يبقى في المستثمر اللي فاهم، اللي فاهم واللي مهتم بان هو يعمل في هذا المجال، لان هنا الكافيتيريات والريستورانات والانشطه والبايكنج والسايكل والكلام ده كله وتسلق الرمال ما هياش زي اي حته، فمحتاجين المستثمر ده. ده لسه احنا بنعمل الطرح ده. نمرة اتنين، محتاجين ان احنا نشوف اليات التشغيل، لان عشان يجي ويجيله ان هو يقدر يسترجع مرة اخرى استثماراته لو حط بنية تحتية محتاج على الاقل 10 سنين كحق انتفاع او كممارسة نشاط. نمرة تلاتة، ان احنا ننجح في ان احنا نروج للنشاط اللي ممكن ينفع للمحمية دي. يعني ما ينفعش تيجي في وادي دجلة مثلا تعملي حاجة ما هياش مناسبة للمجتمع. وادي دجلة في وسط المعادي في سايكلينج، في تسلق الجبال، في ممكن مثلا شوي، حفلات بتاعه البدو، تجمعات بيبصوا على النجوم بالليل، ما ينفعش تعملي حاجه مخالفه لطبيعه المحميه. فزي ما بنقول لكل مقام مقال، لكل محميه انشطتها. لا طبعا يعني لانه ده ممكن كمان ياثر على المحميه الطبيعيه لو احنا عملنا انشطه مخالفه لطبيعتها هياثر عليها بشكل كبير جدا. احنا عندنا محميه راس محمد، هذه المحميه معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ودي نقطه مهمه جدا. ان شاء الله بقى يعني كل المحميات الطبيعيه الموجوده عندنا في مصر ال 30 محميه يتم وضعها على خريطه السياحه العالميه. في آلية تعاون ما بين وزارة البيئة ووزارة السياحة لوضع خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، طبعا في تعاون ما بين الوزارتين. طبعا احنا طبعا بنشتغل مع وزارة السياحة الحقيقة من سنتين، بدأنا في بعض القرارات اللي بتحافظ على الموارد الطبيعية، والحقيقة كان يعني
قبلنا ببعض الهجوم كوزاره بيئه ان احنا ليه بنلم فلوس بتاعت رسوم محميات وما الى اخره، والفكره ما كانتش كده خالص. اللي كان فاهم النوع بتاع القرار ده هو فكره ان انت مش بتاخدي فلوس لرسوم المحميات، انت محتاجه تحددي مين فين عشان تعرفي تحافظي على مواردك الطبيعيه. ما ينفعش منطقه تستوعب 30 مركب تلاقي فيها 300 مركب، ما ده تدمير وضغط على الموارد الطبيعيه، فمحتاجه توزعي استخدامات الموارد الطبيعيه والانشطه البحريه. فده كان اول تعاون. تاني حاجه الترويج للمحميات الطبيعيه من خلال التنسيق مع هيئه تنشيط السياحه التابعه لوزاره السياحه، ان احنا لما هنحط المحميات الطبيعيه على الخريطه الخاصة بالسياحة هيبتدوا ان هم يجي لنا انواع مختلفة من السياح، ونبتدي ان احنا نروج لهذه المحميات. يعني بمعنى اصح ان بنقدم المحميات الطبيعية كمنتج جديد لقطاع السياحة في مصر، يمكنه من بدء يعني نوع مختلف من السائح، ويخلينا ان احنا واحنا بنعمل ده نرى، لان كان دايما في صراع ما بين السياحه والبيئه عشان تبقي عارفه، كان دايما لا ما طبعا لا 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 الملفات دي كملفات كان دايما يقول لك ايه السياحه السواح عايزين يستمتعوا بالبحر والشعب ومش عارفه، والبيئه تقول لك ايه لا ما تنزلوش كل الكميه دي في المنطقه دي عشان بندمر الشعب المرجاني. فكان دايما في تصارع. طبعا مع وجود دلوقتي دكتور خالد علناني وطبعا بقياده دكتور مصطفى مدبولي بدانا نفك هذا التشابك. لا احنا في الفتره الاخيره بقينا نشوف يعني تعاون اكتر وتكامل اكتر ما بين الوزارات. يعني حتى الحملة بتاعت النهاردة أطلقتها وزارة البيئة، لكن دايما في الحقيقة بنشوف دعمها من باقي الوزارات. ده احنا لاحظناه الفترة الأخيرة، والتعاون والتنسيق والتكامل ده مهم لأن كل الملفات متشابكة مع بعض. أكيد يمكن أنا كمان حريصة عشان محتاجة أعلق على دي، على أن ملف البيئي هو ملف يعني بيتقاطع مع كل الوزارات، ودايما وزير البيئه في اي دوله مش من الوزراء المحبوبين، عارفه دايما ده اللي يقول لك ايه ما تعمليش ده ما تسويش ده لا ده ما ينفعش، لان هي دي مسؤوليته ان هو يحافظ على الموارد الطبيعيه. فاللي احنا اللي انا بعمله دايما ان بحاول قدر المستطاع ان انا ادمج البعد البيئي، وده على فكره قانون البيئه بيلزمني ان انا اعمل ده، بس بدل ما اعمله ببروتوكولات تعاون اوري القيمه المضافه لدخول الملف البيئي في قطاع الصناعه، في قطاع البترول، في قطاع السياحة، في قطاع الإسكان، عشان القطاع الآخر هيكون له ميزة نسبية لو أدرج البعد البيئي، فبقت تعتبر جزء لا يتجزأ من عملهم، بدل ما نفضل طول الوقت إحنا بنجري فاما كوزراء بيئة لا ده لا لا ده آه لا ده لا. فهتلاقي دلوقتي الموضوع مختلف مع السادة الوزراء، وزير المالية طرح سندات خضراء، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة عملنا معايير بيئية للخطة الاستثمارية في موازنة الدولة، وده على فكرة موضوع مهم جدا، لأن قبل كده كان بيحصل إيه؟ وزارة البيئة ليها كم مشروع، لكن عمر ما كان فيه إن المشروعات أصلا اللي في خطة الدولة هي مشروعات خضراء. بمعنى إن وزارة النقل بدل ما هتعمل حاجة بالديزل هتعملها بالكهرباء. انت فاهمه انا قصدي ايه؟ وزاره الزراعه بدل ما هتستخدم مبيدات بانواع معينه هتبتدي تستخدم ترشيد استخدام الموارد، وتبتدي تستخدم مبيدات صديقه للبيئه. فالفكره بتاعه انك تدمجي البعد البيئي في عمل الوزارات ده مختلف. ده بقى ادماج البعد البيئي داخل الوزارات برضو نقطه مهمه، وفي نفس الوقت رفع الوعي البيئي لدى المواطنين. يا سياده الوزيره دي كمان نقطه في غايه متفقه معاكي، وعشان كده فخامه الرئيس كان من أوائل المدعمين لفكرة مبادرة تتحضر للأخضر. هقف هنا بقى حتة. مبادرة تتحضر للأخضر هي أول مبادرة أو أول حملة لرفع الوعي البيئي، وتستمر لمدة 3 سنوات، ودي اللي تحتيها إيكو إيجيبت اللي احنا بنتكلم عليها. فالمبادرة الكبيرة أو المظلة الكبيرة اتحضر للأخضر وتحتيها إيكو إيجيبت. لما نلاقي فخامة الرئيس دعم هذا الملف، مش ملف البيئة فقط، الحملة وتحت رعايته ومبادرة رئاسية. ليه؟ لأن الرئيس يعي تماما أن زي ما على الحكومة دور أنها تقوم بمجهودات لخفض أحمال التلوث وحفاظ على الموارد الطبيعية ودمج البعد البيئي، هو يعي برضو أن الحكومة عليها دور أنها ترفع وعي المواطن عشان المواطن يبتدي يستجيب ويبقى فيه ممارسات إيجابية.
فاحنا الاثنين محتاجين بعض. لا هو بالفعل كمان تحديدا ملف المحميات الطبيعيه يحظى باهتمام القياده السياسيه، علشان كده بنشوف انه بيتم تطويرها وتحديثها وفق النظم العالميه الحديثه. بالظبط، فاحنا بنحاول طبعا في دول، وعشان كده حمله اكو ايجيبت عباره عن 3 سنين، مرحلتين. المرحله الاولى بتبتدي النهارده من راس محمد، اقدم محميه طبيعيه كانت موجوده. راس محمد دخل على قائمة منظمة الحفاظ على الطبيعة ضمن 60 محمية على مستوى العالم، والقائمة الخضراء دي صعب جدا ان المحميات تخش فيها. فكرة ان الاكو ايجيبت على مرحلتين، المرحلة الاولى النهاردة، المرحلة الثانية في ابريل. المرحلة الثانية في ابريل، في ابريل. طب احنا بنعمل ايه في المرحلة الاولى وايه اللي هنعمله في المرحلة الثانية؟ المرحلة الاولى هي الترويج للمحميات في ال 13 محمية، ان احنا بنوري المناظر الطبيعية، الموارد الطبيعية، السكان المحليين وما الى اخره. والمرحلة الثانية هي اكثر عمقا، بدل ما بنتكلم على المحميات الطبيعيه فقط، بنتكلم على الممارسات السليمه للسياحه المستدامه. ده اللي انا كنت بقوله لك في الاول. السياحه المستدامه مش معناها مجرد زياره المحميات. انت بره المحميه وانت جوه الفندق بتستخدمي ميه قد ايه، بتستخدمي طاقه قد ايه، وانت على المركب بتستخدمي بلاستيك ولا لا. ففكره اي حاجه جرين، اي حاجه خضراء، دي ممارسات جيدة لقطاع السياحة. فاللي احنا هنعمله زي ما ساعدنا القطاع السياحة انه ياخد حاجة اسمها جرين فينز. جرين فينز دي عبارة عن الممارسات الجيدة لمركز الغوص، ودي بتتاخد من خلال برنامج الأمم المتحدة، شهادة دولية بتتاخد من برنامج الأمم المتحدة. اشتغلنا معاهم على مدى سنة عشان نقدروا ان هم يحصلوا على الجرين فينز. عايزين نخش بقى على الجرين ستار والجرين جلوب وكل اي حاجه جرين في قطاع السياحه. عايزين نساعد هذا القطاع انه ياخدها، لان ده هيرفع مصر. اختيار المكان النهارده في مدينه شرم الشيخ يعني ليه دلاله مهمه جدا، لان هم كمان هنا شغالين انه مدينه شرم الشيخ تكون مدينه خضراء ذكيه. صح، فحتى يعني اختيار المدينه موفق. يمكن من ضمن كمان ملفات وزارة البيئة، احنا عندنا ملفات كتيرة جدا مهمة غير الحفاظ على المحمية الطبيعية والحفاظ على الكائنات الحية من المخلفات الخطرة والتلوث والموانئ المصرية. كمان الموانئ المصرية لابد ان هي تكون آمنة من اي مواد خطرة، دي كمان من ضمن يعني ملفات وزارة البيئة. عايزين نعرف بقى يعني اخيرا خطة الوزارة الفترة الجاية، الأولويات في كل الملفات الخاصة بالوزارة. تمام، هنشتغل على المحورين مع بعض، الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية. الحفاظ على الموارد الطبيعية هو تطوير المحميات الطبيعية والسياحة البيئية ودعمها، واللي احنا اتكلمنا فيه. الحد من التلوث عندنا 3 ملفات مهمة. تلوث هواء القاهرة، وده بدأنا فيه بمشروع متكامل بيتكلم على قطاع المخلفات وقطاع النقل والإدارة السليمة لنوعية الهواء، بالتنسيق مع البنك الدولي ب$200 مليون، وده الحقيقة مبلغ كبير جدا على ان احنا نشتغل عليه. بس لازم نشتغل بتوجيهات من القيادة السياسية ان احنا نحد من تلوث هواء القاهرة الكبرى، ويعني يبقى هواء القاهرة الكبرى نظيف كفاية. يعني عارفة تكدست قوي، فلقينا ان اكتر قطاعات بتسبب هذا التلوث المخلفات والنقل، وهنخرج بكل المخلفات بتاعه القاهره الكبرى لصحراء العاشر. فده مشروع مهم جدا. المشروع الثاني او الملف الثاني هو التوافق لقطاعي الصناعه والطاقه. طيب استراتيجيه المخلفات او التخلص من المخلفات الزراعيه حضرتك اتكلمتي عنها اخر حاجه قبل كده في تصريحات لحضرتك. 42 مليون طن من المخلفات الزراعيه نطلعهم. شغالين دلوقتي طبعا على التجربه بتاعت قش الرز. المخلفات الزراعيه زي قش الرز، حطب الذره، بالظبط، قصب السكر، ما الى اخره. ففكره ده ملف استثماري. يعني احنا دلوقتي بنقلب قطاع البيئه من قطاع مجرد قطاع خدمي، وقطاع الناس شايفاه ان هم يعني مسؤولين عن الحد من التلوث ومملين، الى قطاع استثماري. لو قلبنا المخلفات الزراعيه زي تجربه قش الرز، المتعهدين اللي جم جمعوا القش كبسوه فرموه ابتدوا يستخدموه كسماد او اعلاف، طبقنا هذا النموذج على باقي المخلفات الزراعيه، انت كده تخلصتي منها تخلص امن، دخلتي دخل، وفرتي فرص عمل. احنا وصلنا لمرحله ان احنا وفرنا السنه اللي فاتت 1 مليار جنيه من خلال 26,000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره، لمجرد شغل المتعهدين في منظومه قش الرز شهرين ونص من ال 12 شهر بتوع السنه. ورفعنا الدعم كمان للمزارع. بالظبط، فاحنا يعني النهارده
كل ملفاتنا بنحاول، بس احنا ده بتاخد وقت. ليه بتاخد وقت؟ لان انت بتغيري فكر، انت بتغيري فكر وثقافه مجتمع. ده على فكره يعني امر مش سهل، تجريه الفكر خالص على فكره. اسهل حاجه انك تيجي تقولي لي ابني محطه معالجه او اعملي محطه او مثلا مصنع لتدوير المخلفات، لكن انك تغيري فكر وثقافه بتاعه عاملين وبتاعه المناخ الداعم في الدوله، وان انت تخلي المواطن فاهم اهميه ده، بتاخد سنوات. احنا طبعا بنجري عشان نعمل ده في وقت قصير قوي. الحملة الترويجية الأولى لتشجيع المواطنين للحفاظ على المحميات الطبيعية وزيارة المحميات الطبيعية المليئة زي ما سيادة الوزيرة قالت بالمناظر الطبيعية الخلابة اللي مش موجودة في أي حتة، بكل تحيز بقول مش موجودة في أي حتة غير هنا في مصر. حملة مهمة جدا بحضور عدد من الوزراء والسفراء من مختلف الدول مختلف الجنسيات عشان يحضروا إيكو إيجيبت. سيادة الوزيرة دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، احنا يعني اطلنا على حضرتك، انا عارفه ان عندك يعني حدث مهم، بشكرك على وجودك معانا وكل التوفيق طبعا لحضراتكم باذن الله. ويعني زي ما قلت لحضراتكم حدث مهم بالحملة الترويجية للحفاظ على المحميات الطبيعية. عندنا عدد من الوزراء موجودين هنا في مدينة شرم الشيخ، عدد من السفراء اللي موجودين هنا عشان يحضروا هذه يعني او هذا الحدث الهام. اخيرا بس بتعليق اخير، عمر ما حد ابدا هيجي لك غير وانت عندك امن واستقرار. ربنا يا رب يدوم علينا هذا الامن والاستقرار لبلدنا، نحافظ على كل المكتسبات اللي احنا حصلنا عليها، ما ننسقش ابدا لاي دعوات تخريبيه. ربنا يحفظ بلدنا يا رب. فاصل وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه. شكرا شكرا استاذه. بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين وبنقول للليبراليين ان لو سقطت شرعية مرس وهي مش هتسقط وانتوا اقل من ذلك بكثير، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تفجير بريموت كنترول وانتوا اقل من ذلك بكثير. ايها الاخوة، اننا لقد وعدونا بثلاثين ستة ونحن نعدهم بانهم سيسحقونا في هذا اليوم. فلن نكتفي بالدفاع فقط عن الشرعية، بل ما داموا يريدون اسقاط الشرعية والاتيان ببدعة جديدة سنأتي نحن ايضا بامر عظيم بالثورة الاسلامية. مرة تانية واحنا هنا موجودين في محافظة جنوب سيناء، بننقل لحضراتكم التطورات والنقلة الحضارية والمعمارية اللي حصلت في الطور، وكمان هنا في مدينة شرم الشيخ وقدوم 30 سفير من مختلف دول العالم عشان الحدث اللي هيعقد النهاردة. دعوات التخريب مستمرة، دعوات الدمار والعنف مستمرة، وكل يوم يعني هذه الجماعة بتكشف عن وجهها القبيح أمام المجتمع الدولي وأمام حتى المصريين. كل يوم بنشوف فضائح، بنشوف تسريبات بتورينا قديه هذه الجماعة هي حربها مش على الدولة المصرية، هي حربها على الشعب المصري اللي لفظ هذه الجماعة. موقع العربي الحديث نشر تسريبات سرية هنتابعها مع حضراتكم دلوقتي على الواتساب بين أعضاء
جماعة الإخوان الإرهابية للتحريض تاني على العنف وإثارة الفوضى في مصر باسم قائد الحراك. التسريبات دي بينت الحمد لله طبعا وعي المصريين ورفض المواطنين للانسياق لهذه الدعوات والمشاركة في المظاهرات الهدامة اللي عايزة الخراب والدمار للبلد. بنشوف يعني مقابل هذه الدعوات التخريبية وعي المواطن المصري اللي دايما بيظهر لما بنحس أو بنشعر بأي خطورة. وفي المقابل ظهر هاشتاج مصر كلها معاك يا سيسي اللي تصدر التويتر بالأمس. هنتابع مع حضراتكم. طيب للي ناسي نفكره، التاريخ، التاريخ الدموي، تاريخ من القتل، تاريخ من الاغتيالات، العنف لدى هذه الجماعة الإرهابية لم يكن أبدا وليد اللحظة، هي استراتيجية قديمة متجذرة سعت الجماعة من خلالها إلى شرعنة العنف من خلال إطفاء صبغة تحت دعوة بقى الجهاد واستعادة الحكم الإسلامي، واتخذت من العنف وسيلة وصلت من خلالها إلى الصراع ليس فقط مع النظام أو ليس فقط مع الدولة ولكن حتى مع الشعب المصري، لأنه هي هدفها في الأول وفي الآخر الوصول للسلطة. جرائم إحنا عمرنا ما هننساها، جرائم لن تنساها، لن ينساها التاريخ، تاريخ حافل من القتل والدمار والتخريب في حياة جماعة الإخوان الإرهابية. والكلام ده يمكن من بداية التأسيس، أفكار البنا وأراء المتشددة ما زالت تعتنقها هذه الجماعة الإرهابية حتى الآن، يعني بنتكلم من منتصف أربعينات القرن الماضي لحد دلوقتي، خاصة بقى الفكر القائم على الاغتيالات والقتل والدمار، بداية من قتل رئيس وزراء مصر على ما أتذكر أحمد ماهر، النقراشي باشا، الخزندار، واغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في برضو خبر مهم جدا أعلن من خلاله حزب مستقبل وطن، أعلن تحمل قيمة التصالح مع الدولة في مخالفات البناء لألف حالة، ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، يعني نتكلم عن حوالي إجمالي 27,000 حالة على مستوى الجمهورية. وقال الحزب في بيان رسمي أنه بدأ في حصر الحالات المستحقة على محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية اللي حددها رئيس مجلس الوزراء. وكما دعا الحزب كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن. يمكن ده كان خبر مهم جدا الخاص بي طبعا حزب مستقبل وطن. ويعني خلينا بقى نقول لحضراتكم في النهاية إنه ما تم إنجازه الفترة الأخيرة هو من دم شهدائنا، من دم أولادنا، تحملنا برنامج الإصلاح الاقتصادي وصبرنا عشان نوصل للي احنا وصلنا له في الوقت الحالي. يعني هذه الجماعة الإرهابية اللي أساسها دول بتعادي مصر بتمولها وبتستخدم هذه الجماعة وبعض الخونة الإعلاميين اللي بيقبضوا الملايين وبيقبضوا فلوس كتير جدا علشان يشتمونا ويدمروا بلدنا، وهم مش عايزين حاجة اسمها مصر. بالنسبة لهم، بالنسبة لهذه الجماعة الإرهابية، حضراتكم ممكن أكيد يعني بنقرأ وبنشوف تاريخ هذه الجماعة، بالنسبة لهم الوطن هو عبارة عن حفنة من التراب العفن. يعني تخيلوا هذا اللفظ، إحنا بالنسبة لنا مصر هي كل حاجة، وطننا وأمنا وأغلى حاجة عندنا. وكلامي موجه لحضراتكم، أرجوكم حافظوا على البلد. عملنا حاجات كتيرة جداً
يعني قطعنا شوط كبير، ناقص حاجات، ناقص حاجات، حاجات كتيرة بتتظبط، ولكن أرجوكم حافظوا على بلدكم، وأنا متأكدة وكلنا بنراهن على وعي الشعب المصري اللي بيحب بلده بجد واللي عايز يحافظ عليه واللي صبر كتير قوي عشان نوصل للي احنا وصلنا له. عملنا يعني مشاريع قومية، عملنا حاجات كتيرة جدا وفرص عمل للشباب في كافة القطاعات، وزي ما قلت لحضراتكم ناقصنا حاجات، أكيد ناقص حاجات، ولكن احنا الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة عمرنا ما كنا نحلم بيها لو كنا مع هذه الجماعة الإرهابية. ربنا يا رب يحمي بلدنا ويحفظها. وهنشوف بعد الفاصل بقى يعني فقرة تسجيلية هنا من مدينة شرم الشيخ، ويمكن دي كمان من المكتسبات والإنجازات اللي تحققت الفترة الأخيرة. هنشوف مسجد الصحابة اللي تم افتتاحه في 2017، هذا البناء المعماري اللي يمكن السياح بيجوا عشان يشوفوا هذا الجمال. وهنشوف كمان كنيسة السمائيين الموجودة بحي النور اللي في الحقيقة هي مفخرة لكل الشعب المصري. بنحاول ان احنا نرجع ونعيد السياحة مرة تانية، بنحاول ان احنا نقوم مرة تانية بالاخص بعد يعني ازمة كورونا، بنحاول نعمل حاجات كتيرة جدا علشان ننهض بالاقتصاد، وفي المقابل في ناس عايزة تدمر الاقتصاد. ربنا يحفظ بلدنا ويفضل دايما وعي الشعب المصري هو اللي بينتصر في الاخر. بعد الفاصل خليكم معنا. من قلب مدينة السلام شرم الشيخ يقع مسجد الصحابة، هذه الأيقونة المعمارية المتفردة اللي بتقع في السوق التجاري القديم. احنا النهاردة معنا المهندس المعماري اللي صمم هذا المسجد بهذه البراعة بكل تفاصيله. يعني أي حد يجي هنا ويشوف مسجد الصحابة يفتكروا أنه من آلاف السنين، ولكن في الحقيقة هو تم افتتاحه سنة 2017. معانا المهندس توفيق فؤاد، المهندس استشاري معماري، وهو اللي صمم هذا المسجد. المحافظة. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضراتكم في مدينة السلام. بنستعرض لحضراتكم مسجد الصحابة، تم البدء العمل في 2011 والحمد لله تم الانتهاء 2017. بس أحب أضيف إضافة، في 2015 تم التوقف نظرا لأحداث مختلفة كانت بتمر بها البلاد، والحمد لله تواجد السيد رئيس الجمهورية فخامته وأمر باستكمال الأعمال نظرا لعدم توافر الناحية المادية، وأمر سيادتك الهيئة الهندسية باستكمال العمل، والهيئة الهندسية تم استكمال العمل على هذا الوجه من خلال الهيئة الهندسية وإدارة المشروعات الكبرى مع فطاحل مهندسي القوات المسلحة. وإذا كان شرف لي أن أنا أتعامل مع هؤلاء البراعم، الناس اللي هم كفاءات في هذا العمل. حضرتك اللي صممت زي ما قلت هذا المسجد بتفاصيله المختلفة المتفردة الدقيقة جدا، أولا فكرة التصميم جت لحضرتك إزاي؟ حضرتك فكرة المسجد بداية أمر معالي الوزير المحافظ بمبدئيا بأربع معطيات مهمة لإقامة هذا العمل. المعطيات الأولى إقامة مسجد ملائم للحياة البشرية، الناس تتعامل في مسجد لائق. في بادئ الأمر لو رجعنا لورا كنا بنصلي حضرتك على الأسفلت في ظروف ضحلة، كان السياح أمامنا فكان المنظر غير حضاري. فأول عمل حضرتك إن هو لازم نعمل عمل سياحي يليق بهذا المكان. الحاجة الثانية حضرتك مش عامله فقط علشان يجذب السياح يعني أو بطريقة سياحية، لا عامله بطريقة مختلفة ليس لها مثيل في مصر كلها. فعايز أتكلم برضو عن فكرة التصميم. حضرتك فكرة التصميم نبعت إن كان مطلوب مني إن أنا نبعت رسالة سلام للعالم كله من خلال مدينة السلام شرم الشيخ. هذا المسجد حضرتك أكثر من تراث تم العمل به، فأنا عندي تراث كنائسي، عندي تراث عثماني، عندي فاطمي، عندي مملوكي، عندي قوطي، الهدف عندي هندي. الهدف من هذه النماذج المختلفة إن احنا بنحطها كلها في أيقونة واحدة، والهدف منها هي رسالة سلام بنبعتها للعالم من خلال مدينة السلام شرم الشيخ. طيب واحنا كده واقفين عايزين حضرتك برضو يعني تشرح للمشاهد الأجزاء
المختلفة. يعني احنا عندنا مأذنة كبيرة، عندنا ثلاث أدوار، في مركز ثقافي إسلامي، في مكتبة دينية. حضرتك جمعت أكتر من ديانة، أكتر من حضارة، اشرح لنا كده يعني بالتفصيل عملت إيه حضرتك. بدء ذي بدء، أنا عندي الأرض حضرتك كانت على مساحة 3000 متر، وكان محاوط بقطعة الأرض مساكن وهناجر اليهودي من جميع الاتجاهات حضرتك، من الأربع اتجاهات، وكان فعلا منطقة تكاد تكون مزدحمة. الهدف حضرتك، احنا طلعنا بأربع عمدان رئيسية في المسجد الرئيسي في الصحن الرئيسي. العمدان دي حضرتك بتشيل القبة الرئيسية اللي فوق اللي هي على ارتفاع 36 متر وبقطر 11 متر، وطلعة القبة دي مكسية بالنحاس المطروق حضرتك، سمك 7 من 10 ملي حضرتك. وبعدين هذه القبة متشالة على اسطوانة بإزاز معشق، وكلها واخدة ستايلات مختلفة زي ما ذكرت لساعتك. الهدف من الستايلات مختلفة ان احنا بندي رؤية لكل الطرز، نظرا ان احنا في منطقة سياحية، احنا عايزين الشخص السائح اللي بيجي شرم الشيخ يعرف ان احنا عندنا تراث، يعرف ان كل الاثار دي اللي موجودة هيقدر يرجع بيها لأبر ايجيبت، هيقدر يروح اسوان، هيقدر يروح الأقصر، بدل ما بندي له خلفية موجزة عن تراثنا اللي موجود بطريقة حضارية. طبعا أنا عايز أذكر لحضرتك هذا الشغل قديم وليس قديم بمعنى كلمة قدم، احنا حاولنا حبينا بقدر الإمكان نحن نقدم هذا الشغل ان احنا نخليه قديم، لدرجة ان احنا من أول لحظة حضرتك بتشوف ان الجامع ده معمول بأحجار ايا كانت الأحجار الكبيرة اللي هي كانت بتعمل فيها المعابد وخلافه. دي مش أحجار حضرتك، دي مجرد طوب أحمر، نظرا لأن الطوب الأحمر غير هو اللي متواجد، وابتدينا ندي الطوب الأحمر ده أسمنت ونقطع الأسمنت ده بالحجارة اللي احنا عايزينها بالمقاسات المختلفة، وكنا اخترنا المقاس بتاع الحجر 30x50 سنتي عشان يدينا التكتشر ان هي حاجة قديمة. لكن هي فعلا اي بني آدم بيجي بيعرف ان ده شغل قديم وشغل كان على مستوى عالي. اللي برضو عايز أوضحه حضرتك، كل الجهات المعنية وعلى رأسهم معالي الوزير المحافظ كان مشمر السواعدي زي ما بيقولوا بالقميص، مشمر كمام وقاعد معانا متواصل في اليوم كامل عشان نقدر الحمد لله ينهي كل المشاكل بتاعتنا، سواء مشاكل مادية سواء أي مشاكل. الهدف منه إن احنا الحمد لله نوصل لهذا الإنتاج، والحمد لله إنتاج مشرف. عندنا جنسيات مختلفة بتيجي هنا تتصور، مختلف الجنسيات بيجوا يتصوروا عند مسجد الصحابة في كل الأوقات، مش فقط في أوقات الصلاة، في كل الأوقات المسجد مفتوح لمختلف الجنسيات. أي حد بيجي هنا بينبهر بتصميم المسجد. شفت ردود الفعل على التصميم إزاي؟ حضرتك بالنسبة للمعماري ما يقدرش يمجد في شغله، المعماري مهما عمل بيحس في الآخر ان هو لم يتم عمل الشيء كما يجب. يعني دايما حضرتك شايف ان ده يعني لم يتم عمله كما يجب. لو انا شفتها بالرؤية المعمارية انا شايف الاخطاء اللي تم الوقوع فيها، ولكن اخطاء غير مرئية للشخص العادي. انا عارف المهندسين بيحبوا يدقق، يعني عندهم كده لازم يدققوا في التفاصيل. يعني انا كنت اتمنى طبعا ان انا يكون عندي وقت اكتر، لان كان في لسه خطة تحويل المنطقة بالكامل السوق التجاري الى منطقة عربية بحتة، ولكن الحمد لله يعني الى هذا دي الخطه الجايه بقى، دي الخطه الجايه ان شاء الله. طب يعني هل في نيه ان حضرتك تعمل نفس الطراز ونفس التصميم ولكن في اماكن مختلفه؟ هو حضرتك احنا عاده وابدا ما ينفعش ان انا اكرر عمل، يعني اعتقد انا ده العمل الثاني ليا في جنوب سيناء. العمل الاول كان جامع المصطفى حضرتك، ده اكبر كان من سنه 2005، ده اكبر جامع هنا في 2005 ل 2007 حضرتك، وده جامع على الطراز الفاطمي، بعيد كل البعد عن الطراز ده، يعني مختلفين شكلا ومضمونا، ولو زائري ولو سياح ولو اصبح مزار حضرتك، زي ما هنا برضو اصبح مزار على مستوى كل شركات السياحة، سواء جامع المصطفى او جامع الصحابة. انا بس عايز انوه حضرتك، يعني المنطقة هنا اللي احنا كنا واقفين كلها سعادتي كانت كلها هناجر، اللي هو هناجر اليهود سابتها في الثمانينات حضرتك لما استلمنا جنوب سيناء، زي الجزء الخلفي دوت، وكانت حجب الرؤية. أمر معالي الوزير المحافظ كل الجهات المعنية تم إزالة هذا المكان بالكامل، يعني المنطقة اللي قدامنا دي مساحتها 10,000 متر، تم إزالة كل الهناجر اللي موجود فيها عشان تحصل على
نافوره مضيئه حضرتك بهذا الشكل وتبقى فعلا منطقه مساحه تكفي الناس لتصوير وخلافه. هنروح مع المهندس فؤاد المأذنه سريعا وهنشوف بقى الاجواء من هناك وازاي تم تصميمها بهذا الشكل وبهذا التراث. مسجد الصحابة طلعنا أدوار كتيرة جدا 80 متر تقريبا باشمهندس 81 متر حضرتك عشان المأذنة. أيوة. للمأذنة وطبعا يعني احنا شايفين تقريبا كل المدينة مدينة شرم الشيخ من فوق داخل مسجد الصحابة ومعانا مهندس فؤاد بقى هو اللي صمم هذا الطراز المعماري الفريد ممكن بقى يكلمنا اكتر عن المأذنة ويعني حضرتك كنت عايز برضو تقولي حاجة زي ما في هذا المكان. تفضلتي المأذنة ارتفاعها 81 متر عند 3 بلكونات كل بلكونة البلكونة الأولانية اللي احنا فيها على ارتفاع 25 متر البلكونة الثانية حضرتك على ارتفاع 50 متر البلكونة الثالثة حضرتك على ارتفاع 75 متر ويليها بعد كده الاسطوانة الحجر ويتخللها القفلة اللي هي من الخشب اللي هي بتشيل حضرتك الهلال وبرضو عايز أوضح برضو في تصميم المساجد دائما الهلال محطوط باتجاه القبلة يعني أي بني آدم من بعيد عايز يصلي مجرد ما يبص يشوف الهلال بهذا الوضع ياخد اتجاه العمودي على الدايرة ويقدر يصلي صلاته لأن ده بنساعد الناس ان هو يعرف اتجاه القبله. المأذنه حضرتك كلها خرسانات مسلحه ولكن كان هدف منا ان احنا نتوج الخرسانه المسلحه بالطوب، اي نعم الطوب نوع وليس من نوع القيم نظرا لان حضرتك الامكانيات كانت محدوده يعني برضو باي زاويه احب اوضح لحضرتك كل العمل ده لم يتجاوز ال 25 مليون جنيه لان حضرتك لم يتم ان احنا استدعينا مقاول، لا احنا كنا بنشتغل اجتهاد ذاتي بنشتغل بايدينا بنشغل العامل وبنشغل الصنايعي بدون ما نلجا لمقاول لان طبعا مقاول معناها هيبقى فيها عرقله للشغل مش هنقدر ننتج بالطريقه اللي هي بتبقى فيها حريه الحركه بالاضافه حضرتك طبعا على الاقل هيبقى فيها مبلغ وقدره المفروض ان هو يغطي بيها الضرايب وخلافه. احنا قدرنا بهذا المبلغ الحمد لله نعمل يعني ايقونه متفرده في السوق التجاري القديم كل الناس بتيجي كل السياح من مختلف الجنسيات بيجوا يتفرجوا على هذا الجمال. احنا عندنا كمان سبيل في هذا المكان برضو عند بناء المسجد برضو كلمنا اكتر عنه. هو حضرتك الدور الارضي كنا عايزين نضيف اضافه، الاضافه دي سبيل الصحابه، الهدف من سبيل الصحابه احنا في منطقه سياحيه ما عندناش ميه زي المدن القاهرة واسكندرية وخلافه فاحنا حبينا نحط محطة مية الهدف منها ان احنا نحول المية الى مية عذبة والمية حطينا مكنة المكنة دي بتحليلي المية بكمية 10 متر مكعب والحمد لله يقدر البني آدم يجي يشرب نظرا ان المية المعدنية تكون غالية على طوائف مختلفة وموظفين مختلفين فوفرنا السبيل عشان يدي الخدمة ديت ومش بس السبيل يعني حضرتك كان في اكتر من شيء لان المسجد تحول بقدرة المولى عز وجل ان هو يبقى جامع شامل شامل كامل لكل المراسم المختلفة يعني حضرتك تم تأسيس مركز ثقافي المركز الثقافي ده حضرتك بيشرح في أكثر من 40 كمبيوتر الهدف منه تعريف الإسلام وبرضو عشان ننبذ الفكر بأن الإسلام دين إرهاب لا احنا بنحب نوضح لا مش دين إرهاب ده دين سلام وبيدعو للسلام وإن شاء الله. أنا في الحقيقة المهندس يعني توفيق فؤاد وكل الناس كل المصريين يتذكروا هذا الاسم لأنه هذا المهندس بعبقريته قدر أنه هو سواء يعني كنت يعني بتكلم عن أكبر مسجد هنا في المحافظة جامع المصطفى أو هنا مسجد الصحابة في شرم الشيخ في السوق القديم الاثنين
في الحقيقة يعني تصميمهم كان في غاية الإبداع. حبينا أن احنا نلقي الضوء سريعا كده على مسجد الصحابة وتصميمه من الخارج. هندخل بقى داخل المسجد ونشوف من الداخل التفاصيل أيضا، يعني يمكن المهندس حتى التفاصيل اللي جوه المسجد لم يتركها أبدا. وفي الحقيقة أنا يعني فخورة جدا أن حضرتك تنتمي لهذه البلد، وانك بالفعل يعني بتقدم مجهودك وبتقدم وقتك علشان خاطر ان احنا نعمل يعني معمار يجذب السياح هذا المكان. خلينا نقول انه السياح لما بيجوا المحافظه بيجوا على هنا عارفين ان في مسجد اسمه مسجد الصحابه، معمول بطريقه لائقه محترمه، طراز معماري فريد. ففخورين جدا بيك يا فندم في الحقيقه. اشكر حضرتك، اشكر حضرتك، وده اطراء زياده عن اللزوم وانا ما استحقهوش، واشكرك للاطراء. لا ده تواضع، ده تواضع. كاتدرائية سمائيين بحي النور في شرم الشيخ من أهم الوجهات السياحية الموجودة هنا داخل مدينة شرم الشيخ منذ افتتاحها، ومن أهم المزارات السياحية اللي يمكن عدد كبير جدا من الجنسيات بيجوا هنا في كل الأوقات عشان يتفرجوا على هذا المعمار الفريد. طبعا احنا يعني بنوري لحضراتكم من الخارج، ولكن أيضا هيكون معنا صور من داخل الكاتدرائية عشان تتفرجوا على مجموعة متميزة جدا من الصور والرسومات واللي موجودة على الجدران وعلى أسقف كمان الكنيسة اللي بتعبر على التاريخ المسيحي ومعجزات سيدنا عيسى عليه السلام. هذا المكان مكان فريد من نوعه، وبيعتبر من أجمل الأماكن اللي موجودة في العالم كله. معانا القس ميرون سنائي، هو كاهن الكاتدرائية، كاتدرائية السمائيين. مشرفنا طبعا على اكسترا نيوز، برحب بيك. اهلا بحضرتك، بنرحب بيكم ومنورينا وبناخد بركتكم في اي وقت. طبعا هذه الكاتدرائية يمكن زي ما كنت بقول لحضرتك من اهم الوجهات السياحية اللي موجودة. هذه الكاتدرائية هي مصنفة ثالث اجمل موقع ومكان في العالم على مستوى العالم كله، ليه؟ هو الحقيقة طبعا حضرتك عارفة انه في منظمة اسمها تريب ادفايزر اختارت الكاتدرائية دي كواحدة من افضل 5 كاتدرائيات على مستوى العالم. طبعا الطراز المعماري نمرة 1، نمرة 2 الرسومات والجمال اللي جوه زي ما حضرتك هتشوفي طبعا في الصور في التصوير. نمرة 3 كمان يعتبر مكان متكامل في كل الخدمات، بيخدم سواء اجانب او مصريين، سواء أطفال أو كبار، سواء شباب أو أسر، فعشان كده المكان يعتبر مكان متكامل من كل حاجة. لكن هو الستايل المعماري الديزاين بتاعه وكمان الرسومات اللي تعتبر يعني حاجة رائعة، وخصوصا اللي نفذها كانوا كلهم مصريين. الناس بنقول لها مصريين ما بتصدقش، لكن الحقيقة هم كلهم كانوا مصريين. وكمان الوقت القياسي كم مهندس شارك في بناء هذه الكاتدرائية تقريبا؟ لا هو الحقيقة مش هقدر أقول لك مئات، صح؟ تقريبا اللي قريته 400 مهندس. كتير جدا جدا، وكل واحد قام بشغل سواء بالفعل بإيده أو بمساعدات أو أنه صلى عشان المكان يبقى موجود بالشكل ده، فاحنا طبعا ربنا يعوض الكل. اهم الانشطه اللي بتمارس داخل الكنيسه وتقدم كمان لاهالينا طبعا هو بالاضافه للخدمات الطقسيه اللي هي الصلوات والى اخره، يعني العباده اللي احنا بنعملها في الكنيسه من شعائر دينيه. في طبعا احنا عندنا في هنا زي ما حضرتك شفتي في ماركت، في كل حاجه بتقدم يعني حاجه شبه رمزيه للكل، سواء من اهل الكنيسه او من اي حد تاني بيجي بيبارك المكان. كمان في المكتبه، في عندنا هنا
طبعا خدمات، في عندنا ملعب كوره بالنسبه للاولاد كله بيجي، طبعا مفتوح للكل في كل وقت. انا واخده بالي ان ما شاء الله الناس بتيجي بس في اجراءات وقائيه طبعا معموله. طبعا زي ما حضرتك شفتي على البوابه في واقفين طبعا سواء بقياس درجه الحراره وفي كمان التعقيم، فده كله طبعا لازم الامور دي في الوقت الحالي ده، لكن هي فترة مؤقتة وبنصلي ربنا يعديها بسرعة. أهم الأيقونات الموجودة بداخل الكاتدرائية، أهم الرسومات، يعني زي ما قلت طبعا أنه داخل الكنيسة هنلاقي صور، هنلاقي أيقونات، هنلاقي يعني مصممة بزخارف متميزة جدا. أي حد من السائحين والزوار عندما يأتي إلى هذه الكاتدرائية بيقول كمان أن هي ربما أفضل من كنائس موجودة في القدس والفاتيكان. دي كانت آراء بعض السائحين. الحقيقة طبعا، والدليل على كده أنها من أفضل أو أجمل ثلاث كاتدرائيات على مستوى العالم، فده دليل على أن يعني تأكيدا على اللي حضرتك بتقولي. الرسومات اللي جوه عبارة عن رسومات من الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد، من بداية من قصة الخلق ونوح والطوفان ويوسف الصديق وكل الأمور دي في الأحد، وموسى النبي وداود النبي، كل القصص دي معبر عنها سواء بجداريات أو بأيقونات أو بالصور اللي مرسومة على سقف الكنيسة وعلى الأوبرا. في أيضا أيقونة أو صورة العشاء الأخير موجودة طبعا، ما هو حامل الأيقونات اللي هو بيبقى بيفصل ما بين المذبح او الهيكل الرئيسي والصحن الكنيسه، بيبقى موجود لازم فيه حامل الايقونات، بيبقى موجود فيه صوره العشاء الرباني او العشاء الاخير. ايه اكتر الحاجات اللي بتميز هذه الكاتدرائيه عن اي كاتدرائيه موجوده اخرى؟ هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك الجمال ده يعني مش هنتكلم عليه، لكن اجمل ما يميز اللي هو العنصر البشري. انه الجمال المادي ممكن نشوفه في اي مكان تاني، لكن العنصر البشري ده الحقيقه احنا بنشكر ربنا عليه، لانه زي ما حضرتك شايفه ده كوميونتي شامل لكل الناس، الجميع بيجي كلنا بنشترك في كل شيء. المحبه اللي بتبقى موجوده دي اهم صدقيني من كل حاجه. الجمال سواء رسومات او ديزاين او دي كلها طبعا لا جدال عليها ولا خلاف عليها، لكن طبعا بدون البشر، بدون القلب اللي مليان محبه، بدون الود اللي موجود، بدون المجتمع السليم المثالي اللي بيفرض انسان سوي، ده طبعا كله هيبقى مجرد ديكورات. اكيد. طيب كاتدرائيه السمائيين، خلينا نقول طبعا للناس ان هي في الوقت الحالي نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها فهي مغلقه. الكاتدرائيه الرئيسيه اللي فوق، لكن الكنيسه اللي تحت في كنيسه ملحقه تحت في الدور الارضي، دي شغاله والخدمات فيها كل يوم تقريبا في قداسات، يعني شغالين في الوقت الحالي، ناس بتيجي دلوقتي في الوقت الحالي. طبعا بس في الدور الارضي، لان في دي كنيسه ملحقه غير الكاتدرائيه الرئيسيه في الدور الثاني. الاجراءات برضه أي كل حاجه موجوده. أكيد طبعا احنا أكيد يعني بنوري لحضراتكم صور معانا، لان دلوقتي في اصلاحات داخل الكاتدرائيه. تمام. يعني ايه اللي بيتم فيها من الداخل؟ طبعا صيانه الدهانات وصيانه النقوش، لو في حاجه بفعل الوقت ابتدت تطفى شويه، فده كله بيعمل صيانه كامله للكل، كل شيء، كل ما في المبنى بيتم صيانته عشان كمان نحافظ عليها بالشكل الامثل اللي بيه نقدر نواصل ان احنا من افضل خمس او ثلاث كاتدرائيات على مستوى العالم. يمكن الكاتدرائيه نظرا كمان لسمعتها ان هي من افضل الكاتدرائيات الموجوده على مستوى العالم، بيجي يعني سياسيين كبار، بيجي زوار مهمين بيتفرجوا على الجمال، بيتفرجوا على الكاتدرائيه، بيتفرجوا على روعه التصميم من الداخل والخارج. الناس هتشوف طبعا الصور معانا في غايه الروعه. فمين اهم الشخصيات اللي جم زاروا الكاتدرائيه؟ صدقيني يمكن كمان كشرم الشيخ على اساس انها مقصد سياحي كتير، واتعمل فيه قبل كده، اتعمل فيه مؤتمر الشباب، فكل تقريبا الضيوف المهمين وكل السفراء وكل الوزراء وكل الناس اللي بتيجي هنا ورؤساء دول بتيجي هنا، يعني من اقل الناس لغايه اعلى المستويات كله بيجي هنا. طبعا بينبهر بالمكان زي ما حضرتك بتقولوا، حاجه مشرفه، واجهه مشرفه للسياحه الدينيه، واجهه مشرفه لينا هنا في شرم الشيخ، واجهه مشرفه لمصر كلها. احنا طبعا شفنا مسجد الصحابه اللي موجود في السوق التجاري القديم، وجينا هنا كمان شفنا الكاتدرائيه، الاثنين يمكن اعتقد وجودهم
في التوقيت الحالي أعطى للمحافظة وللمدينة رونق أكثر، أصبحت كمان يمكن أو أدى للمدينة أهمية سياحية ودينية كبيرة حقيقة، وخصوصا أنه طبعا احنا بنشكر كل القيادات سواء التنفيذية أو الأمنية في المحافظة على رأسهم سيادة المحافظ، لأن الحقيقة بيولي اهتمام خاص للسياحة الدينية وبيولي اهتمام خاص للكنائس والمساجد على السواء، فإحنا دي فرصة كمان نتقدم بالشكر ليهم كلهم وبندعي لهم ربنا يحافظ عليهم ويحافظ على بلدنا كمان تبقى دايما في تقدم وفي رخاء وازدهار. السياحة الدينية بشكل عام هنا في شرم الشيخ أهم المواقع وأهم المناطق اللي موجودة هنا بتجذب السياح سياحة دينية. السياحة الدينية زي ما حضرتك قلتي هيبقى هنا طبعا كاتدرائية السامعين وطبعا المساجد، مسجد الصحابة على رأسهم اللي افتتح مؤخرا يعني من فترة قريبة، وطبعا عندنا في المحافظة كمان سياحة طبعا في المحافظة دينية. في سياحة دينية في من بداية من رأس سدر في عيون موسى وفي هناك درج موسى النبي موجود في رأس سدر، في طبعا هنخش على حمام فرعون دي طبعا سياحة تاريخية وسياحة أثرية، بعد كده بنخش على الطور فيها طبعا كنيسة ماري مرقص وهناك في موسى النبي برضو، وفي طبعا ما ننساش سانت كاترين ده مقصد يمكن مكان فريد من نوعه مش موجود في العالم كله، المكان اللي تجلى عليه الله سبحانه وتعالى. يعني سانت كاترين من الأماكن المهمة جدا اللي يعني هناك اهتمام من القيادة السياسية أيضا لتطوير هذا المقصد السياحي، وهم شغالين دلوقتي على قدم وساق لتطوير سانت كاترين. الحقيقة شيء مشرف لأن التطوير على كل المستويات. شفت التطوير الأخير؟ الحقيقة طبعا أنا بروح كاترين تقريبا يعني باستمرار، لأن أنا من 15-16 سنة أنا كنت برضو بخدم في كاترين رايح جاي على كاترين وطابة ونويبع، فكاترين الحقيقة طبعا في تطور وإن شاء الله يعني هيبقى الأمور أفضل كتير أوي، لأن هي فعلا في تقدم مستمر وربنا يوفق كل المسؤولين لما فيه الخير لينا والمصر والبلدنا. يمكن احنا زي ما تابعنا مع حضراتكم شفنا كده واخدنا جولة داخل مسجد الصحابة وأيضا كاتدرائية السمائيين، طراز معماري فريد مختلف عن أي مكان، يمكن كمان لا مثيل له أبدا في العالم، أي حد بيجي سواء مسجد الصحابة أو هنا داخل الكنيسة بينبهر بكل التفاصيل، قد إيه ناس اهتمت واشتغلت وتعبت علشان تستثمر هذه المدينة وتحولها لأهم، تنافس كمان أهم المقاصد السياحية العالمية، وبالأخص لو جينا تكلمنا عن السياحة الدينية اللي يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني حبى هذه المحافظة بالكثير من المواقع وبالسياحة الدينية والأثرية والتاريخية. ففي الحقيقة يعني احنا حبينا نوري لحضراتكم كده أهم الأماكن الموجودة في شرم الشيخ كيعني مواقع دينية، وربنا يا رب يحفظ بلدنا ومزيد يا رب كده من التطور، وفعلا بلدنا حلوة وتستحق مننا ان احنا نحافظ عليها وان شاء الله نطور فيها اكتر واكتر لانها بالفعل تستحق. شكرا ليك. شكرا لحضرتك وباسم طبعا صاحب النيافة الأنبا أبولو، وطبعا بنقول لكم باركتونا وشرفتونا ونورتونا وده مكانكم في كل وقت، وبنعتذر اذا كان ما قدرناش نستضيفكم. احنا عرضنا الصور احنا عرضنا الصور وان شاء الله نستيجي تتفرج على الكاتدرائيه من الداخل وتستمتع. باركونا وتنورونا في كل وقت وده مكانكم في اي وقت، تشرفونا. شكرا لك. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه.